اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمله غلانة شعبي جدا والناس كلها بتحبه والناس طلباها، اللي هي هنعمله البصارة، وهنعمله بتنجان بالخل والثوم وبتنجان بالصلصة، وهنعمله كمان بتنجان مملح. بتنجان المملح بتاعنا الجميل، بتنجان مخلل. نسمي الله حبايبي، واول وصفه معانا عشان تلحق تاخد تستوي ونقدموها مع بعضينا، اللي هي البصاره. البصاره انا غسلت الفول اهو، الفول اهو غسلته مش نقعته ولا سبته يتعمل، غسلته بس، جبته نقيته وغسلته. نسمي الله حبايبي كده مع بعضينا. وهنا الخضرة مقطفاها زي الملوخية، يعني مش زي بقى العيدان، زي الملوخية مقطفاها دي. دلوقتي مش هنحط الخضرة، هنحط بطاطساية مبشورة اهي مع بعضينا كده، وايدينا نضيفة وغاسلين الدنيا كلها، غاسلين الخضار وغاسلين كل حاجة. ادي البصلة البطاطساية عفوا المبشورة، ومعانا بطاطساية وسط اهي، وحبة ثوم صغيرين دول كده لسلق معانا البصارة عشان تستوي. نسيبها كده تستوي مع حالها لغاية ما الفول يبتدي يخش في السوا، نحط لها الخضرة. كده اول وصفة معانا خلصت، استنونا حبايبي راجع لكم تاني. كده حبايبي هنعمله مع بعض صلصة البتنجان، عشان ان شاء الله لما نحمر البتنجان تبقى الصلصة بتاعتنا جاهزة. اهو كيس طماطم اللي احنا مجففينه اهو، ده معانا اهو. وكده احنا بنحمر الثوم عشان نعمل الصلصة اهي، هنحمره الثومة نحمره الثومة كده بس تبقى لونها بامبي اهي كده تمام. هنفتحوا كيس الصلصة اهي، مش عايزينها انها تغمق اهي. هنفتح كيس الصلصة كده اهو، وننزل بيها الثومة بتاعتنا، وكده الصلصة بتاعتنا، كده الصلصة بتاعتنا بتاعت البتنجان، عشان لما نقل البتنجان نحطها على العين التانية ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني حبايبي، اهو بندحرجوا البتنجان اهو، اهو بندحرجوا البتنجان. ممكن تسلقوه ممكن تدحرجوه عادي خالص خالص عادي اهو. نعرف شوية على البصارة اهو عشان برضو يبرد، نلحق يبرد ونلحقه نعملوه كده. معانا ثوم زي راس ثوم اهي، وفرمنا الفلفل في الكبة، وهنحطوها على الثوم اهو. هنعمل تاني فلفل عشان ده كيلو بتنجان، اهو كيلو بتنجان معانا. حبة الفلفل دول مش هينفعوا، هنفرم الفلفل ونرجع لكم تاني.
رجعنا لكم تاني حبايبي. كده احنا عملنا مع بعض اهو، فرمنا الفلفل اهو، فرمنا الفلفل والثوم، حطيناهم على بعض. نحضر ايه الخلطه بتاعه بتاعه الباذنجان المخلل، عفوا حبايبي معلش. كده اهي الثوم والفلفل مع بعض اهو، الفلفل الاحمر ده بيديله بالذات لما يكون فريش، مش عايز اللي احنا مجففينه في التلاجة. نجيبه فلفل احمر كده فريش ونحطوه عليهم اهو. هنحط بقى كده الملح بتاعنا، هنكتر الملح عشان الباذنجان يشرب الملح اهو، ونحط قصرين ليمون اهو، هنحط نص الليمون والباقي نص الليمون هنحطوه عليه. كده احنا حضرنا بس خلطة الباذنجان، ولا بحط كمون ولا بحط اي حاجة. ده فلفل حامي حراق جدا اللي بنعمله منه هريسة الشطة اهو، والليمون والملح هنركنهم كده لغاية ما نخلص الباذنجان ويبرد ونحشوه مع بعض. كده خلاص صنف معانا خلص، والبصارة كمان بتستوي، والباذنجان اهو بندحرجوه، نرفع شوية كده عن الغطا اهو. الباذنجان بتاعنا بندحرجوه اهو، الباذنجان لما بتاع التمرين نجيبوه مليان شوية بيبقى لحمه جميل في البتاع. وهنا خلصت الباذنجان برضو معانا خلصت، هنوطي عليها اهي. هشوفكوا تاني نخلص زحرقة الباذنجان ونشوفكوا تاني. ازيكم حبايبي، رجعنا لكم تاني. ادي حشو الباذنجان اهو، حشو البتنجان اهو اهو، حاطين عليه الليمون والملح بس، مبحطش لا شطه ولا كمون ولا. جربوا الطريقه دي جميله جدا 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 اهي. واهو اخر البتنجان خلصته عشان يبرد ونملحوه مع بعض اهو. اخر اتنين اهو في الزيت، احنا بنحبوه كده اهو. كده يبرد بس وهنملحوه مع بعضينا، والبصاره اهي مع النار اهي بتستوي. وخلصنا كده الصلصه بتاعتنا كمان، نص اكلتنا خلصت. اشوفكم في رعايه الله لما نعمله الصنف التاني ان شاء الله.